يا ابو العطريف بيه؟ ده شعبان ابن محمود العطريف. انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش خير. خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول الله. ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايش شقة. تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب وانا من لحمك برضه وانت كبرني واليد العليا خير من اليد السفلى ومن قدم شيء بيداه التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ليه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه؟ الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح. ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر بس اهدى زيادتك. تعال. هو انا عملت حاجه ازعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها كفين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره. طب يا ابو الغطريف. عن اذنك. اتفضل. شعبان افندم، انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك يا اما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حدفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير؟ هي الحنفيه حامل؟ لا محتاجه قلب.